السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الحاكم حيمودي، وين قال لهم تكلم على الاتحادية، اتحادية مول الفيرما، وين قال لهم ظلمتني بممارستها بسبب الانتقام، يعني التكريم والتكوين. وحنا نعرفوا قضية تاع مول الفيرما والفريق تاعو وباتنا وحيمودي، يعني حيمودي اللي مرضاش بترتيب مباراة، هذه هي القصة تاعها وحقد الفيرما على حيمودي بسبب رفضه ل ترتيب مباراة. باش يكون على بالكم، خاطش غادي التاريخ يهدرها. حنا رانا نقولو لكم دروك، مباراة اللي تلعبت بين تاع مول الفيرما وباتنا وحيمودي كان اربيت، وما رضاش بالمهزلة وما رضاش باش يرتب مباراة وسقوط الفيرما، وين سقطت الفيرما باش يكون على بالكم، الفيرما وين سقطت. وينوجه الحاكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي انتقاداته اللاذعة للفار بعد نحو 7 سنوات من اعتزاله هذا النشاط الكروي. وكان الحاكم الساحة جمال حيمودي صاحب 50 سنة قد اعتزل هذا النشاط الرياضي صيف 2014 بعد مشاركته في مونديال البرازيل بامتياز كبير، وين دار مباراة، المباراة اللي دارها تاع مباراة ترتيبية، ودار نهائي. يعني كي يكونوا عندك رجال، كي يكونوا عندك رجال أقوياء في الفيفا ولا في الاتحاد الإفريقي ولا وين، حيمودي وين دار مباراة نهائي بين دار نهائي في كأس إفريقيا، لا دات مش راني عاقل عليها، قيل 2013 وقيل 2013، مانيش عاقل عليها لا دات مش راني عاقل عليها. المهم دار فينال. ويتكلم حيمودي انه يشعر بالنوع من الظلم لكون الفاف همشته ولم تمنحه ما يستحق، وأشار إلى أنه كان ينتظر تكريم أو استعانة بخدماته في اللجنة الفيدرالية للتحكيم بعد تألقه في إدارة مقابلات كأس العالم بالبرازيل، ولكن رجل مبنى ديال إبراهيم تجاهله بسبب. رانا قلنا لكم احنا ماذا بكم، بارتاجو ماكسيموم، أعطونا البارتاج لي جام لي كومونتير في طحد الناس الذبان تاعهم هذو يحوسوا كيفاش يسكتوا شوبير دي زاد. وأضاف الحاكم النهائي لكأس أمم إفريقيا 2013 في مقابلة صحفية مع موقع قناة الجزيرة القطرية يوم الثلاثاء، وين يعري فيها بؤس إدارة الفاف، وقال إن الكاف وجهت له في تاريخ معين الدعوة للمشاركة في تربص التكوين، ولكن مسؤولين من الاتحادية الجزائرية أخفوا عنه استدعاء وأرسلوا زميل آخر بدليل، يعني اللي عنده واد رسلوا خد آخر. شوف الاتحادية تاعنا كي دايرة. وأبدى حيمودي فخره لكونه أول وآخر حاكم إفريقي يدير 4 مقابلات في نسخة واحدة من كأس العالم، والأمر يتعلق بنسخة البرازيل 2014 مقابلة هولندا مع أستراليا، والصور من الإنجليز مع كوستاريكا في الدور المجموعات، وبلجيكا مع أمريكا في ثمن النهائي برازيل، ومع هولندا في مباراة ترتيبية، والبرازيل مع هولندا في مباراة ترتيبية نهائي مصغر. شو كيفاش. لكن ابن غليزان وين تكلم إنه يعتز بجزائريته ومستعد لتقديم خدمات وعصره تجربة لسلك التحكيم الجزائري، ولا ينتظر سوى إشارة من جهات معنية بالأمر.
وأشاد حيمودي بكفاءة الحكام الساحة الجزائري مصطفى غربال، وقال إنه أحد أفضل إطارات هذا السلك على مستوى إفريقيا. والعربي كما ثمن العمل الذي ما زال يقدمه زميله مهدي عبيد شارف صاحب 40 سنة، وقال إنه راح ضحية استعمال تقنية الفيديو أول مرة في قارة السمراء ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا عام 2018 بين الأهلي المصري وضيفه ترجي التونسي ومعاقبته من قبل الكاف في تلميح إلى عدم تكوين الكاف للحكام وجلب هذه التقنية وتطبيقها بطريقة متسارعة وعشوائية. وعن ضعف التحكيم العربي بشقيه الأفريقي والأسيوي في محافل دولية، قال حيمودي إن الاتحاد كرة القدم في بلادنا العرب في بلداننا العربية غرقت في وحل ورشات، ليس بسبب سلبيات التربصات ولكن لعدم وجود سياسة طويلة الأمد في سلك التحكيم واختصار دورات على معالجة أخطاء الحكام في البطولات المحلية. ويقيم جمال حيمودي حاليا وين يقيم جمال حيمودي حاليا بفرنسا وين يشرف على تربصات لتكوين الحكام الشباب بهذا البلد الأوروبي، كما يمتلك أيضا عدة امتيازات. يعني شوف كيفاش الناس اللي تخدم، ناس شوف في فرنسا مستفادين منه، حنا لهنا هو ابن الجزائر قال لك انا مستعد، بصح نورمالمون هو يجيبوه هذا الاتحاديه تجيبه اليك قلب لنا لجنه التحكيم. هما دايرين واحد عمره لا دار طرق، عمره في صغره ما لعبش بالصفاره، دايرين رئيس لجنه التحكيم راكم عارفينها، دايرينه ليزار ويتحكموا فيه وراء ليزار، راه درها زرواطي قال لك خو مول الفيرما هو اللي يتحكم في التحكيم. وصح على بالكم باللي قعدوا قريب 3 أشهر باش مدابزين شكون اللي يكذب التحكيم، خاطش عليه ريجيس كوميرس، التحكيم ريجيس كوميرس، شكون اللي يكذب. حداد جاب اماله مول الفيرما، جاب صحابه ودير خوه، دير خوه موراهم ضرب امله، ما عندوش حكم، اللي عنده الحكم خوه، خو مول الفيرما، خاطش امله اللي جابه دخل الحبس. كوسا عمي الحاج كوسا الله يطول في عمره، وين داروه رئيس لجنة، بصح بغاو يديروه غطاء على الفضائح تاعهم، هو ما قبلش هذاك الغطاء وقال لهم انا ها شكون اللي يخدموا معايا، انا هذو ما نعرفهمش، ها والله جايبين اربيت عمره لا دار طرد. مشي امله معروف مع مول الفيرما، واللي جابوا حداد، ولاد منطقه واحده، ولاد ازفون منطقه واحده جابه، باش كل واحد يخدم، انت دير تاعك وانا ندير تاعي. والعمل العمل اعمال شيطانيه راكم عارفين، والخدمه في الشيشه، كلش في الشيشه، باش يكون على بال كلش في الشيشه، كاش قال يجي غلطكم ترتيب المباريات، وضع مدربين من اجل حط لاعبين تاعهم، ولي قهواجي شو كان يحط لي زار، كان يحط لي زاربيت، كان يحط لي زونترينير في لي زيكيب، ويزيد يحط لي جوار اللي يبغي هو يحط لك 5 تاع لي جوار في ايكيب. غدوه ان شاء الله ما تكون كاينه ترتيب تاع مباراه، ما تروحش عند الجوار قاعد تهدر معاهم، روح للشيشه وما يدبروا يصالوا، خاطر ما عنده 5 فماك، يعني 5 فيها بركه ينجموا كيفاش يبنوا لك براكه. ها هو مالكم انتوما سينيالو، وحنا رانا نحضر كاش كاع مشكل، شوفوا لا تنجموا، معليش رانا معاكم باقي لكم شهرين برك وتطفاو وحدكم، باقي لكم شهرين وتطفاو، حنا غير نعرفوكم هذه هي. على ذيك نقولوا بلي حيمودي وين راح ضحية تصفية حسابات قديمة، أنا نقول لكم ليكيب تاع الفيرما مع تعباتنا، وحيمودي كان أربيت، حيمودي راه على بالو، علاه هادو حاقدين عليه،
علاش يصفوا حساباتهم؟ علاش نقول لكم، علاش نقول لكم ليسبيرونس ترجي مستغلي ما يطلعش؟ روحوا سقسوا علاه ترجي ما يطلعش، روحوا سقسوا ترجي على ما يطلعش، روحوا سقسوا عنابة علاه طلعت وطاحت، روحوا سقسوا باتنا علاه دقدقت، روحوا سقسوا باتنا علاه دقدقت، باتنا طيحت الفيرما، روحوا سقسوا من وخر حداد لياس مال العام اللي فات علاه دقدقوها، خاش طيحت الفيرما، عام اللي كانت هي والمولودية وهران، المولودية ربحت في السياربي. والفيرما خسرت وقيله بخمسة وقيله مع الياسمة طيح طاحت. هاو روحوا سقسوا، روحوا سقسوا على الليق، علاه الماس ما يفوتش بينه وبين الاتحادية، روحوا سقسوا نتوما تعرفوا.